طبعا اليوم الشركة الوطنية للأعلاف تقدم إحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية، وهي تقديم يعني سعر الأعلاف الحيوانات ب 50% تخفيض. طبعا هذا جزء من المبادرة انه نوصلها الى 9 نيابات تقريبا في مناطق مختلفة من الجبل. وهذه المبادرة طبعا تأتي في ظروف يعني والحمد لله بعد يعني الانتهاء من تأثيرات الإعصار، طبعا يعني بدأت الأمور ترجع إلى طبيعتها، وهذا المبادرة جزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا أمام المجتمع بتقديم أفضل الخدمات وأفضل الحلول لتوفير يعني من جميع أنواع الأعلاف. مهاد سعيد تمان العمري، نشكر الشركة الوطنية على ما قدمته من عرض للأعلاف، قدمت 9000 جونية لتسع نيابات، لكل نيابة 1000 كيس من ريالين ونص، هذا خدمة منها وتقديم للمواطنين والمربين، ونشكرها على ما بذلته من جهد واهتمام بالمربي والمواطنين.